السلام عليكم. هنقدم معلومات بسيطة عشان وقت حضراتكم الثمين. A21 ده الشكل الجديد ليه، ممتاز جدا جدا في التأجيل اليدوي، ويعتبر من أحسن الأنواع في التأجيل اليدوي أو الهاند ميد. عندنا هنا اهو ده البيوتين. البيوتين ده تبع نيكتون الألماني، من أحسن وأفضل الحاجات الخاصة للريش. يعني إيه؟ يعني استخدامه إزاي؟ ده بيستخدم على المية، وكمان ممكن يستخدم على الاكل الطري عشان دوت عباره عن بودر. طيب لما نيجي نحطه امتى؟ لما يكون عندك زغليل، وخصوصا الانجليزي في سن ال 15 يوم، لما يكون الزغلول مدبس او الفروخ مدبسه، يعني الريش بدا يطلع، وتبدا تدي البيوتين ده وتحطه مثلا لمده اسبوع او 10 ايام متتاليه، بتلاقي الريش طالع. الله اكبر الله اكبر، حقيقي حاجه ثانيه خالص. خش على بعض النيكتون اس والنيكتون اي. النيكتون اس من المكملات الغذائيه الجميله جدا جدا الخاصه بطيور الزينه، اصلا مخصصه لطيور الزينه، ممتاز جدا جدا، وفي عناصر غذائيه واحماض امينيه كتير جدا، ممتاز جدا جدا للصحه والمناعه، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب ايه اللي جنبه ده؟ ده نيكتون اي، من احسن الحاجات اللي موجوده للخصوبه، فيها سيلينيوم جامد جدا جدا. نيكتون ايه من الحاجات التخصيب لطيور الزينه وممتازه جدا جدا. طب ايه اللي نزل لنا من فوق ده يا عم ناصر؟ ده القسط الهندي، والقسط الهندي معروف جدا جدا بانه رافع مناعه قوي. ده عباره عن عشب ممكن تجيب منه بفضل الله، وتبدا تكسره قطع صغيره وتلينه في الميه، وبعد كده تاخد الميه ديت تملاها المزائي بتاعت العصافير بتاعتك منها، بيرفع مناعه وجيد جدا جدا في الامراض الفيروسيه. ليه؟ لان هو بيشتغل على المناعه، ومفيش اي حاجه بتعالج الامراض الفيروسيه الا انك ترفع المناعه بتاعت الطائر. تحياتي ليكم، وانه احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لك سر عند الله بينك أنت وبين الله.